طيب الكشك الصعيدي مع الجدة صبرية، نقول بقى الوصفات. بصي، هي في حاجات كتير ملهاش كميات، يعني ممكن مثلا الكميه دي احط لها بيضه او اتنين. تمام. طيب وبحتاج زبده او سمنه. طب هي المقادير مكتوبة لو حضرتك تحبي تقريها وتقولي لنا بقى. ماشي. احنا هنا في المخروطه هو كيلو دقيق وملح وميه، كوبايه ونص اكتر او اقل، ده المخروطه. لا خلينا صح، احنا في الكشك، خلينا في الكشك الصعيدي. لو قلنا ربع كيلو كشك اللي هو الصعيدي، ايوه، بحط بيضه او اتنين، يعني تمام. دي بترجع لل الكشك الكشك. ونحط بننقعه في ميه، وبعدين بنحط سمنه ونحمر فيها الكشك، وبعدين طب نحمر الكشك فيها. ده انا عايزه اعرف هو بس موجود في الصعيد ولا بيباع في مصر؟ لا انا جايباه من هنا من سوبر ماركت كبير. بجد انا ما شفتوش خالص في مصر. لا، في سوبر ماركت كبير كنت جايباه منه، يعني واضح انه معمول وفي بالايد. السوق. هو بيتعمل بقمح مسلوق، هو المفروض فريد، بس هما بيعملوه بقمح مسلوق وبعدين يتحط فيه لبن جميد. تمام. دلوقتي لو مفيش لبن جميد هيحطوا طبعا هو الزبادي، وبعدين يعجنوه مع بعض يخمروه، وبعدين يبتدي يتقطع تمام. يتنشف. يعني بيتباع في سوبر ماركت في مصر، في السوق كمان. وحضرتك عارفه طريقته اصلا، يعني عشان في بلاد كتير عربيه بتتفرج علينا لا مش شرط ان عندهم الكشك ده الصعيدي ده. لا، يعني مثلا في لبنان بيعملوه بالبرغل، موجود عندهم، يعني طيب من الحاجات. معلش اشرح لنا طريقته التاني لو حضرتك عارفاها، اشرح لنا يعني طريقته للي ممكن عايز يعملها في البيت. انا هقول بس اللي عايز يعملها بفريك عشان الفريك احلى. اوكي. بنجيب مثلا لو جبنا نص كيلو فريك، ممكن نحط عليه كيلو الا ربع زبادي. بس نص كيلو فريك مسلوق ولا لا، هنحطه احنا كده بنخمره فيه، عشان يعني يعني فريك هياخد مش الطراف، مستوي، مش مستوي. مغسول بس بيتحط عليه. يتحط فيه مثلا، يقعد مثلا يومين ثلاثة في الثلاجة لما يشرب ويطرى، وبعدين يبتدي يتكور، ويتحط له بقى ملح، في ناس بيحطوا كمون. تمام. ده سهل وبعدين جدا، سهل جدا، يعني وبعدين فريك يتنشف. غير مستوي، مش هتلاقيه في السوق. لا فريك غير مستوي حطيتي عليه زبادي. قد ايه زبادي على نص كيلو؟ يعني كيلو الا ربع، يعني هو بياخد اكتر شويه، تمام، يعني بياخد اكتر من الكميه. بس الفريك هم اللي بيعملينه ده، عاملينه بقمح مسلوق، تمام. اوكي. مش بفريك، يعني بس على اساس الفريك ان في اللي مش فرق. مسلوق بي 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 بيستوي كده، هي اي حاجه هتنقعيها في سوائل بتستوي. طيب تمام. اوكي. بعد كده بيتعصر كده ويتعصر، وبعدين وبيتنشف، صح؟ بيتنشف. يعني هو مش هيتعصر، لان هو هيبقى شرب السوائل بتاعته، وبعدين يتكور ويتحط مثلا على اي حاجه مفروشه بينشف في بالطريقه مكان. دي، تمام. بعد كده حضرتك بقى لما بتستخدميه بتحطيه، بنرده بقى للميه دي عشان تبوشه طيب تاني. بيقعد بره التلاجه عادي؟ بس ليه برضو، يعني كل حاجه فيها ليها وقت، عشان هو برضو قمح او حب، يعني برضو هيبقى لازم يبقى في صيانه، يعني مش بيتحط كده وخلاص. خلاص. طيب احنا دلوقتي حطينا نقعنا الفريق اللي هو الكشك نص في ميه، ساعة ساعة وهيبقى باش، ونعصره من المية شوية. أنا في ناس بيحطوا البيض الأول، بس أنا بحب أسوي عشان هو بياخد سوى أكتر من البيض، فأنا بشوحه شوية الأول في السمنة، وبعدين أروح مكسرة البيض، تمام، وأروح محمرة. طب يلا بينا نعمل ده. ماشي. هشغل لك الطاسة. وانا هجيب لك الحاجه، ما تقلقيش، انا هجيبها لك. هتحتاجي السمنه اول حاجه، صح؟ تمام. يبقى كده السمنه، ده احنا شفنا خلاص طريقته، انه اتنقع في ميه، ومعانا البيضه، ومعانا ده بقدونس، صح كده؟ تمام. ومعانا المعالق للتقليب هنا. هي كده خلاص الطاسه المفروض تكون ابتدت تسخن معانا، تمام. السمنه اهي. دي بقى الوصفه دي بيحبوا يطلبوها منك في البيت. بصي، احلى حاجه في العشوات، يعني هو زمان ما كانش فيه بقى فوق طعميه والحاجات اللي هي الجامده دي قوي، فالناس كانوا بيبسطوا بالحاجات دي. يعني ممكن ده يبقى مثلا فطار او عشاء، يبقى كويس قوي. تمام. يعني ده يبقى فطار وعشاء او عشاء، اللي هو الفريك اللي هو الكشك الصعيدي وعليه البيضه، وشكله في التقديم بيبقى بالطريقه دي. هو طبعا وجبه المفروض مغذيه ومتكامله، لان هو فيه النشويات وفيه البروتين. فانا مش بتكلم دلوقتي على 7 خطوات خالص ولا على الدايت، انا بتكلم عنها كوجبه فيها عناصر متكامله. النهارده ما فيش دايت تقريبا. بتعصريه وبعدين بتنزليه في السمنه. بس لما تسخن نصوره.
لازم تسخن معاكي قوي. اه تمام. بتحبي الطبخ من زمان؟ اه طول عمري. طول عمرك؟ من ايام؟ من ايام يعني من ساعه ما اتجوزت طبعا. من ساعه ما اتجوزتي مش من قبل؟ اه لا من ساعه ما اتجوزت. انا عموما دراستي كانت فنون يعني انا كنت دارسه وانا صغيره فانا بعرف اشتغل كل انواع الشغل الابره و... ما شاء الله كل حاجات البيت يعني. ده بقى بتحمريه تحميره لغايه ما يعني... تحميره لغايه ما يبقى لونه ايه؟ لا هو مش هيبقى لونه يعني هو يشف شويه ما يبقاش لونه ني يعني. تمام. اه يعني دوبك يدخل. انا عايز منديل بس عشان حاضر اللي نفسك فيه جيبهولي. اتفضلي. وبعدين لغايه ما ياخد لون فاتح. وبعدين وبعدين انا بقى ايه مش هحط عليها البيضه كده اكسرها واحطها. فانا هحطها كده الاول عايزاها تنشف شويه الاول فانا لو قلبتها معاها مش هتبان. اه فاحنا عايزينه يبقى باين الحته القطع بتاعه. دايما البيضه في الوصفات دي بتبقى بديل للحوم لان هي البروتين اللي موجود فهي بديل فعلا للحوم. يعني فعلا. وفي ناس يعني انا من الاجيال اللي انا يعني بصراحه ما بحبش اكل لحوم وفراخ كتير. اه يعني الاكلات دي بالنسبه لي طبعا ده بيختلف معايا في ولادي دايما لما هيجوا لقوا حاجه دي طب احنا رايحين ناكل بره. اه متعودين بقى على الفاست فود والحاجات اللحمه. على فكره غلط فعلا خالص. لحمه كتير ده غلط غلط على الجسم. يعني تقولي مسقعه يعني انا رايح اكل اكل صيني يلا كده مسقعه رايح اكل اكل ايه صيني؟ صيني يعني مسقعه في البيت دي مش مجنن الناس كلها. مسقعه دي يعني حاجه يا بنتي ده اجمل حاجه والله البصاره المسقعه دي وبقعد اكل فيها. انا ما بقدرش اكل في اللحمه والفراخ. طبعا وفي احلى من اكل زمان ده مفيش. يعني يقعدوا يقولوا لي طب كلي اقول لهم مش عايزه. طبعا طبعا اكل ده ما بنحتاجش نحط له ملح ممكن احط له فلفل عشان هو بيبقى محطوط فيه ملح. فلفل ثاني اكيد محطوط تحت. لا فلفل اسود يعني. لحظة واحدة. طب معلش. لا مش طيب هنجيبهولك حالا. هو كده خلاص يعني. كده خلاص بيتقدم. وبعدين بتحطي البيضة تاني على الوش. دي كانت ديكور. ديكور. تمام. بس هو كده خلاص المفروض استوى. هو كده خلاص استوى. تمام حلو قوي. دي كده تعتبر أول وصفة معانا.